فتشوا البيت شبر شبر. يلا. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ هي وكاله؟ انت معاك اذن من النيابه؟ اسكت انت خالص، انا مبلغ بالعمليه. ايه اسكتي دي؟ واسكت انت كمان، حسابك معايا بعدين. ايه انت جاي تخرسني في داري؟ طب ما تقول لي عاوز ايه، يمكن اسهلها عليك. ايوه صحيح يا بيلمع، انت بتدور على ايه؟ قول ما تخافش، هتشوف يا عريس هتشوف. ما هو لو تقول لي بس بتدور على ايه هريحك اخر راحه يا خالد بيه، وحياه مقامك اللي ما قدروش ولا عرفوش البيه الكبير سليمان باشا مدكور. ايه نسيته؟ ده يزعل قوي، اصله ما يتنسيش. لا 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 يا خالد بيه، ايدك دي تنها جنب منك، هتلزمك في التفتيش. ان لقيته حاجه اهلا وسهلا، ان ما لقيتوش بتوكل على الله. مفيش حاجه يا فندم. صرف يا دي الكسوف، هو البي كل ما يجي ينطرد ولا ايه يا اولاد؟ مش هفوتها لك يا روح، مش هفوتها لك، وانت انا هوريك. انا اللي مش هفوتها لك يا خالد بيه، انت والعمده بتاعك. اللي حصل ده مش هيعدي على خير، وانا قلت لك قبل كده انت لسه ما تعرفش راويه. ما صدقتنيش. بشرفي لو اوريكم. شرفت يا خالد بيه. اتفوق عليك راجل ناقص. بقول لك ايه يا راويه، ما كانش لازم تجيبي سيره الموضوع ده خالص. بالعكس، ده هو ده وقته، كان لازم احرق دمه. يا حلاوه يا اولاد، يا حلاوتي كده وانا قاعد في وسطيكم ولا كوز الذره، مش فاهم حاجه. ايه مش هتفهميني؟ هفهمك على كل حاجه يا ابو ليلى. بنتي يا حنان. يا نعمين. روحي لابو العروسه اياها وقولي له ان قريبه العريس هنا وعايزه تشوف البيت، ولو عجبتها هتاخدها بكره وتسافر، فهمتي؟ حاضر من عيني. القلب ده في هواك يا غالي عليا. ولا العمده نفسه؟ هو في واحده يا سعاده تقدر تقول لا ايه؟ ولا راجل ما يجيش ينقط. بس تسكتي انت وهي، لحسن كلمه تركيدي ولا كده؟ واحنا لا حلم كده ولا حلم كده؟ انت مش عايزين نعرف ولا كده ولا كده. يا ناري انا هموت من الفرسه يا ابو العيله. ما هو يا احنا بقى يا المأمور الزفت ده. الحكايه خلاص بقت على المكشوف، وانا بصراحه ما بحبش احس اني ضعيفه. اللي هيهوي بناحيتك انا هولع فيه. ايه اللي ضعف دي؟ ايه
ايه ضعيفه ومش ضعيفه. انا رحت فين؟ يا لهوي عليا، انت بتخاف عليا بصحيح يا ابو العيلة؟ يا ماما انا خلاص مش هبقى خيخه تاني. لو فيها عمري، لو هدفع عمري مش هنيخ. ما انت لو كنت شفتيني النهارده وانا مخلي العمدي يتنطط كده قدام مني، انت تعرفي ان الكلام ده صح وان عمري ما هتضي تاني. اما البيه المأمور فسيبهولي، انا هتني وراه حد ما اعرف اخرته ايه. ايوه يا اخويا قول، معنى كلامك ده انك مش هتعمل كده عشاني. جرى ايه يا راوي؟ ما هو عشاني وعشانك. لو انا مش نفسي احس اني راجل قدام نفسي. يا لهوي ده انت راجل وسيد الرجاله يا ابو العيلة. مش بالكلام يا راوي، مش بالكلام. هنتخنق تاني. أنا عايز أبعد عن البلد شوية. طب خدني معاك. بس أنا مش عارف أنا رايح فين. أنا عارفة. طب وهنعمل إيه في الست المنتهية جوه دي؟ طب وفيها إيه؟ احنا هنروح ناخد سهرتنا ونرجع تاني. على فين طيب؟ انا هنسيك الدنيا باللي فيها يا ابو العيلة. يا سيدي وراجلي وتاج راسي. يا ارض حروسي ولا تقروسي، حرية من الجنة يا ناس. شفتيه؟ شفتي الشبكة اللي جابها لك العمدي؟ يعني يالك يا عمده، يعني يالك. اكتمي يا ولية بلاعت الكلام، انتي اكتمي خالص. اني اني برضو يا فاطمي. فاطمي من هنا ورايح اسمي الست فاطمي، انتي فاهمه ولا لا؟ على الله اسمعك تقولي فاطمي ده تاني. فاهمة فاهمة، ست فاطمة وست الستات كمان بقى الحلاوة والنقوة دي كلها ودوبان العمدة فيه. ما تقبل ستي؟ لا ستي وست الكفر كله. بره منك انتي، بره. قلت تلاقي حافظة بعتك عشان تسميني. لا عاشت ولا كانت، اللي تبصلك بعين قرق وبالشر سرقي. ده انت بدر البدور يا ست فاطمي. قالك يا وليه بتتكلمي عليها كده ليه؟ كأنها يعني مش حبيبتك ولا حاجة. وحياة خدودك دول اللي موردين من غير حسد، لولاش الفايدة اللي بتيجي من ورائي صباح ربني ما كنت ارمي عليه. كلامك مش لدد علي ولا داخل لفوق. يا ألف بركة، يا ألف نهار مبروك، يا حبيبتي يا فاطمة، يا سلفيتي، يا درة حفيظة، يا كيدها قوي. تسلمي لي يا ست فهيمة. جرى ايه يا نظيمة؟ انت مش هتحني لستك ايديها ولا ايه؟ حاضر حاضر يا ست فاطمي من عيني. اه يا اختي انا عايزة اتحنى، حنى ايدي وحني رجلي كمان. بقولك ايه يا نظيمة، نستسمحك كده يا اختي يعني في كلمتين، انا وفاطمة لوحدينا. حاضر. خير يا اختي؟ عايزة اقولك يا فاطمة، خدي بالك من اللي انت رايحاله. سبق وقلتلك وبقولك تاني، النار يا بنت بتحرق صاحبها. وعثمان وحفيظة ملهمش عزيز ولا غالي. وبعدين ما احنا عارفين عثمان يا بت واخدك بطن تشيل وتحط، ولو خد اللي هو عايزه مش هيبقى لك عنده عازة. طريق عثمان له سهل ولا هين. انا عارفة ان طريق عثمان له سهل ولا هين، بس عشان تبقي عارفة انا خلاص عرفت عثمان وحفظت اكتر من نفسه. متخافيش عليا،
أني خلاص ما بقاش حالتي اللي أبكي عليه، لكن عدنان وحفيظي حالتهم اللي لو راح منهم هيبكوا عليه بكى العمر كله. المأذون وصل يا ست الستات.